بص حضرتك، انا بس جوزي بيعمل يعني اللي هي الكراتين بتاعت رمضان دي، تمام تمام ماشي. اه وانا كنت عامله ندر وكده، فهو بيقول لي لا ما تعمليش الندر اللي انت كنت عاملاه، يعني اللي انت عايزه تعمليه دوت ودوت، يعني ينفع ان انا افرق كراتين رمضان بدل الندر اللي انت عاملاه ده، تمام يعني دوت يعني ينفع يا شيخنا؟ هقول الإجابة، اتفضلي كملي. هنرد ماشي. عليك يا وفي ماما. سؤال تاني، اه ليلة النص من شعبان، تمام. دعوة بس كويسة نقولها بس حضرتك، معلش، ليلة النص من حاضر شعبان حاضر، انا ما سمعتش. دعوة دعوة دعوة، دعوة تمام كويسة ان نقولها شاء في الله. اليوم ده. حاضر حاضر بإذن يا الله. مومي، شكرا. تسلمي يا مومي، حاضر شكرا. حاضر. سؤالها السؤال الاولاني. الأول: لا يجوز الندر ما أوجبه الإنسان على نفسه، فواجب عليها أن تسد الندر أو النذر الذي أوجبته على نفسها لله، ملوش علاقة بكراتين رمضان. لو دخلته في الكراتين ماشي، لو دخلته فيهم بصفته، أنا ندرت قلت إيه؟ والله هذبح، بالظبط. والله هجيب 100 كيلو سكر، هدفع 1000 جنيه، زي ما يكون هو بهيئته وحالته التي فرضتيها على نفسك. طيب، عشان كده بقول النذر إيه؟ النذر مكروه مكروه، طبعا. بتلزم نفسك بحاجة. بالظبط. طيب سؤال بقى، لو هي ملهاش ذمة مالية منفصلة، وفي النهاية الذمة بتاعت زوجها، الذمة المالية بتاعت زوجها، نعم. وهو دلوقتي بيقول لها لا النذر ده انا مش عايزك تعمليه، هو يفعل ما شاء ما يشاء، وهي عليها النذر، ولكنها تعمل ايه بقى؟ ملزمة بالنذر. لما تبقى تجيلها فلوس طبعا خاصة لازم بيها. تسده، لازم، لأن الله لا يجب عليه شيء، وأنت قد اشترطتي على الله. يعني التراجع في النذر ده حكمه ايه يا شيخ مفيش محمد؟ تراجع. مفيش تراجع، حد ما قدرش ما عرفش. سيبقى دين معلق في رقبة الإنسان أمام الله. ليه؟ ما افرضش على نفسي حاجة مش قدها. لازم أنا أشتغل مع ربنا أقول إن شاء الله. طب تمام. العلماء قالوا إيه؟ لو نظر ثم قال إن شاء الله فلم يستطع، فعلق الأمر على مشيئة الله، فلم يشأ ربي أن يوفي النذر، خلاص سبحان سقط الله. النذر. لكن اللي يقول انا هعمل، هو يعني ربك هعمل قال ايه؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان ان يشاء يشاء الله. الله. معنى مهم جدا، طيب. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ محمد. سؤالها التاني على دعوة دعوة ليلة في نصف ليلة شعبان. اسال الناس ان يدعون الله سبحانه وتعالى بما في قلوبهم. وان كان الاحتياج الى الله: اللهم قربنا اليك، آمين يا رب. اللهم علمنا كيف نتعرف عليك، اللهم تقبل منا عامنا وما مضى من عامنا، وارفع أعمالنا إليك يا ربنا وهي خالصة لوجهك الكريم.